انا اسمي هدى احمد ممدوح. اخترت لعبه السباحه عشان انا كان عندي ربو في صدري، فدي اللعبه دي اللي كانت تقدر تعالجني. ففي الاول انا ما كنتش بحبها، وبعد كده مع الوقت حبيتها عشان كان كونت اصحاب، وبعد كده لقيت الكباتن مهتمين بيا اكتر، فبعد كده حبيتها. هدى ابتدت من هي عندها برضه 4 سنين، وابتدت بقى في الليفلز بتاعت المدارس، ليفل 1 2 3، كل ليفل بتتعلم فيه حاجه. وبعد كده دخلت البراعم 3 ستارز، ستار 1 وستار 2 وستار 3. وبعد كده بقى البطوله التنشيطيه بتاعت النادي بيعملها كل فتره، كل سيزون بيعملها. السيزون عندنا 6 اشهر، وبعدين هي دي اول بطوله ليها تبقى رسميه تبع الاتحاد بتاع السباحه. هو التحمل هدف في التمرين هم لسه ما اتعملوش مسافات طويله، هما بيعوموا بس مسافات قصيره. اوكي، وتخصصات بيتقسموا تخصصات، لان احنا على السباحه عندنا 4 عومات: حره وبريست وباك ودولفين، وفي عومه كلها متنوعة، فهم 4 سباقات وسباق المتنوع. اكتر نوع بحبه اعمله في السباحه هو الدولفين. هو انا بعد ما اخلص المدرسه برجع واعمل هوم ورك في العربيه، وبعد كده باكل في العربيه برضو، وبعد كده يعني اقعد في العربيه لغايه نوصل، وبعد كده انزل التمرين، وبعد كده اروح بدري عشان الحق اذاكر وانام. دخلت 3 بطولات، 2 تنشيطيه وواحده بتاعت الاتحاد. الاثنين تنشيطيه علقت الاولانيه دخلت عملت فيها واحده فضه وواحده برونز، والبطوله التنشيطيه الثانيه عملت فيها واحده ذهب و3 فضه و4 برونز. هو انا الصراحه الاستعدادات بتاعتي عاديه، يعني ما اخافش واقعد اشجع نفسي، وبعد كده ايه اتمرن واكل بقى الاكلات اللي الكابتن قال لي عليها. احنا عندنا التمرين كل يوم الصبح، طبعا في الصيف غير الشتاء. في الشتاء كل يوم قبل المدرسه او بعد المدرسه، تبقى مره واحده، بتبقى كل 6 تمارين في الاسبوع. لكن في الصيف بقى ممكن نزود التمارين على حسب بقى الاماكن الفاضيه او كده، فممكن التمارين مثلا تبقى من 5 الفجر ل 7 الفجر ومن 7 ل 9. بس هي السباحه عامه لعبه صعبه، لان هي بتبتدي من ميعاد كل الناس نايمه فيه احنا بننزل فيه، وكل الناس في الشتاء متدفيه فيه احنا بننزل فيه برضه، فهي لعبه رخمه، فلازم تحبها. اولا بسيبه شويه واشوف مثلا فتره وهتعدي، مثلا زي مثلا مش نايم كويس، مش واكل كويس، في مشاكل في البيت، ما دي بتحصل، هم بني ادمين برضه. بعد كده بقى بقعد اتكلم معاه اشوف ايه، يعني دي الحاله دي دايما بتحصل لاي سباح، حاله الزهق، لانها لعبه كمان ممله، انت بتروح وتيجي فما فيهاش تسليه، فانت لازم تحب هو السباح يحب المدرب علشان يقدر يدي في السباحه. هو المسافات يعني المسافات الكتيرة اللي هي كتيرة قوي، اللي هو مثلا 4 في 400 دي بتبقى طويلة جدا وبتقطع نفسنا وما بقاش في راحة، فبتبقى صعبة علينا، بس لازم أعملها. اللي استفدت من تمرين السباحة يعني ان انا ما اكلمش حد في التمرين عشان برضه اعمله في المدرسه، وبرضه واستفاد منه ان انا اجيب ميداليات كتير، والدولفين برضه اعومه كويس، انا بقيت اتحسن في الدولفين وكده. هو العامل النفسي مع هدى او مع اي سباح مهم جدا، زي العامل الرياضي عامه، ما ينفعش العامل الرياضي بس، لازم العامل النفسي دايما. فاحنا بنقعد نتكلم معاهم قبل السباق ودايما قبل البطوله، ونقعد نحفزهم ونعمل لهم مكافآت، وهم بيبقوا عايزين برضو من هم صغيرين ان هم يطلعوا الاوائل. عايزه اقول لاصحابي اللي في التمرين مش عايزين ما يخافوا عشان الخوف ده وحش، ما يخوفوش اللي قدامهم عشان برضو كده حاجه وحشه، بس عايزين يتشجعوا. علاقه هدى باصحابها في التمرين هم كلهم صحاب وزي الاخوات، لان هم اصلا بيقعدوا مع بعض في التمرين اكتر ما بيقعدوا مع بعض مع اهليهم، فهم هيشوفوا بعض كل يوم الصبح، وبعد ما يكبروا شويه هيسافروا مع بعض بطولات جوه مصر يعني، بس هيسافروا مع بعض، فهم لازم يحبوا بعض وهم صغيرين. مثل الاعلى فريده عثمان، عشان هي بطله جميله يعني في الدولفين، وانا بحب اتفرج عليها عشان انا سباحه دولفين وبتعمل ارقام جميله، فانا بحاول اتفرج عليها واتعلم زيها. هو انا بتعامل عادي ان احنا اصحاب، بس جوه التمرين يعني انا بكلمهمش خالص عشان ما اشتتش نفسي، لكن بره التمرين بنبقى اصحاب وحبايب. احب اقول لهدى ان هي ما تزهقش وتكمل، ولسه قدامها فترة، وإن هي كويسة، فما تستسلمش من أول مرة.
احمد محمد، عندي 10 سنين. اخترت لعبه السباحه عشان نفسي اكون بطله واتعلم العوم، ما كنتش يعني لما انزل اعوم مع اصحابي ما كنتش ما اعرفش اعوم وكلهم يعرفوا يعوموا، دي حاجه تكسب الصراحه يعني. انا اشتركت في 3 بطولات. اول بطوله كانت بطوله تنشيطيه، كانت اول بطوله ليا. انا المشكله ان كنت نازله ممكن انا كنت خايفه لكن كنت قاعده يعني كنت مغروره من نفسي شويه، وكنت حاسه ان مفيش حد احسن مني، وقاعده بتغرر يعني، فما علقتش فيهم. مريم عندها قدرات ما شاء الله جسمانيه قويه وطويله ما شاء الله وجسمها عريض، يعني تعتبر طفره بالنسبه لمواليد 2009. بتتفاعل مع حمل التدريب كويس، مش بتقع بسهوله ما شاء الله، بتكمل التمرين لاخره بقوه، وتعتبر من احسن البنات في فريق 2009. بنشجعها في جزء نفسي وفي جزء تدريبي. طبعا الجزء النفسي ان المدرب ما يحطلهاش لود اكبر من اللي هي تتحمله، وان هو يهديها دايما ويحاول يبقى معاها دايما، وان هي ما تتوترش. الجزء التدريبي طبعا اللي هو بيرفع حمل التدريب شويه معاها، بيرفع حمل التدريب شويه، وبعد كده قبل البطوله باسبوع بيقلل حمل التدريب خالص عشان تبقى نازله وجسمها مش تعبان، عشان تبقى نازله بطوله جسمها ما فيهوش اي حمض لاكتيك يعني او اي تعب متراكم على العضله. والله يا السباحه حاجه مهمه، لازم تتلعب، لازم يكون الشخص بيعرف يعوم يعني في الاول قبل ما يبقى يعني بروفيشنال سويمر او يبقى يعني سباح بقى ليه بطولات و فلازم يكون بتعلم السباحه. ده كان المبدا يعني. ثانيا بقى لما هي يعني عدت بقى في مراحل كتير قوي، انها حبيتها وبعد كده ما بقتش تحبها وبعدين تحبها وهكذا لحد ما خلاص سيطرت على الامور وبقت بتحب السباحه، وبقت هي دي الرياضه الاساسيه بتاعتها. اعتقد بقى لنا حوالي 6 سنين تقريبا بنلعب، فده الاجابه يعني، ده الفكره. دايما كنت بسمع مامتها بتقول لها انك انت لازم تموتي نفسك، يعني هي مريم شويه مرفهه يعني، فالرياضه ما تنفعش معاها كده، الرياضه لازم تكون بتموت نفسها وتجيب اخر نفس. فده اللي كان الحاجه اللي كنا بنشجعها بيها بشكل اساسي، انها ازاي تطلع احسن ما عندها، خصوصا ان هي شخصيتها شويه زي ما قلت كده مرفهه، لكن الحمد لله تغلبت على دي. ده كان التشجيع الاساسي بتاعها يعني. زي يعني مثلا يوم الخميس بكون راجعه من المدرسه، بيكون فاضل على التمرين وقت كتير، اعمل الواجب وبعد كده افضل مريحه شويه، وبعد كده اروح على التمرين، وبعد كده اروح اكمل مذاكره. اصعب حاجه بتواجهني في التمرين التعب. مثلي الاعلى في رضا عثمان عشان هي مثلت مصر في بطولات كتيره، وانا نفسي اكون زيها. اكبر صعوبه طبعا اللي هي التعب، ان انت البنت طبعا غير الولد. الولد ساعات بيقدر يدوس على التعب وكده، لكن البنت طبعها ان هي تبقى رقيقه او اضعف شويه من الولد، فبتتعب جامد. بس طبعا يعني دورنا احنا ككباتن ان احنا نحفزهم ونساعدهم ان هم يوصلوا لاحسن نتائج يعني بالتدريب وبالتشجيع. اكتسبت اني اتعلمت سباحه طبعا، والكباتن دايما بتحاول تشجعنا اللي احنا ما نخافش، والقوة طبعا هو تقريبا الباك والحرة، بس الباك تقريبا. هي سباحة قوية جدا في الباك، هي بتعوم الأربع سباحات طبعا كويس، بس في السباحة حاجة اسمها سبيسيفيك أو تخصص، اللي هو السباح بيختار عومة من الأربعة وبيتخصص فيها، هي دي بتبقى عومته الرئيسية، فهي سباحة باك وهي قوية جدا فيه، بجانب طبعا الثلاث عومات التانيين، وبتعوم حرة ما شاء الله قوية جدا، وطبعا الباك اللي هو تخصصها، والبريست والدولفين هي الاربع عمات قويه فيهم. بالنسبه للفتره للمرحله السنيه دي الفرق بيبقى في التحمل. البنت يعني بيبقى عامه البنت بتبقى عندها تحمل اكتر من الولد، بس طبعا في الفتره اللي بعد كده الولد هو اللي بيكمل، لان الولد بيبقى طبعا القدرات الجسميه مختلفه عن البنت بالنسبه للتشريح العضلي والحاجات دي كلها، الولد هو بيبقى اقوى طبعا من البنت، بس طبعا ده ما يمنعش ان البنت في بنات بتكمل في السباحه وبيبقوا ابطال واكتر كمان من الولاد ساعات. فطبعا الفتره دي البنات بتظهر اكتر من الولاد بكتير في المرحله دي يعني.
السباحة أثرت على شخصيتها عن طريق إن هي زي ما قلت لك هي كانت مرفهة شوية في نفسها، يعني ما بتحبش إنها تتعب نفسها قوي، لكن دلوقتي بقت لا يعني بت بت بتحارب الحتة دي جامد جدا، وبقت شخصيتها مميزة وسط أصحابها، إنها عارفة إنها دلوقتي بطلة، عارفة إنها بتعمل حاجة مختلفة عن بقية الفصل بتاعها مثلا في المدرسة، وحتى إيفن جوه النادي عارفة إن هي متميزة شوية عشان بقى بتعمل بطولة بقى الناس بيتكلموا عليها، فشخصيتها اختلفت طبعا، بقت أفضل، بقت أقوى. توفيقها بين الدراسة والسباحة برضو يرجع الفضل ليها لمامتها، هي اللي بتذاكر لها وهي اللي بتوديها التمارين دايما. مفيش حاجة بتيجي على حاجة، مفيش حاجة بتيجي على حاجة، يعني لازم السباحة تاخد وقتها، فبتبقى دايما في وقت بعيد عن المدرسة على قدر الإمكان، ولازم الدراسة تاخد وقتها، يعني وقت ما نقعد نذاكر مش هنكون بنفكر ونتكلم ولا نتابع السباحة، وقت ما هنكون في التمرين مش هنفكر ان في واجب مستني او في واجب متأخر الى اخره. فالتوازن ده يعني هي مع مامتها عاملينه بشكل كويس قوي، وبرضه مش اي حد بيعرف يعمله، فالحمد لله ان ربنا كرمهم في كده. هو مثلا يعني لو دخلنا على بطوله ما نخافش، عشان حتى لو خايفين مش هنستفاد حاجه، مش نعمل احسن لما كنا خايفين، يعني الخوف بالعكس هيأثر علينا. استعدادات البيت للبطوله دي بتبقى معركه، يعني بيبقى في تمارين بصفه مستمره صبح وليل، وفي الفتره الاخيره دي كان في تمارين الفجر حتى في رمضان، كان بينزلوا تمرين الساعه 5 الفجر، يعني بدايه اليوم وبدايه الصيام. بيبقى في تمرين تاني تقريبا على وقت المغرب، واوقات بيبقى في تمرين تالت بالليل ما بين السباحه وما بين فتنس عشان النفس والكلام ده كله. فطبعا استعدادات كبيره جدا، الموضوع مش سهل، يعني الموضوع مش سهل، مش مجرد انها بتروح تعوم وتنسى تجيب ميداليه، الموضوع مش سهل خالص، الموضوع عايز يعني عناء باستمرار لوقت كتير جدا عشان يطلع منه نتيجه. دور البيت في الاستعداد للبطوله حاجتين زي ما كنا بنتكلم، التغذيه، التغذيه لازم تكون حاجات ليها علاقه بالطاقه اللي هي هتاخدها، يعني مثلا لازم يكون في حاجات مشويه، يكون مثلا في كربوهيدرات داخله كتير زي الرز مثلا الاصفر، ما يكونش فيه دهون كتيره داخله. فطبعا لازم البيت ينظم الحكايه دي، سواء احنا في النادي هنا مثلا وقاعدين فتره طويله فبنطلب حاجات تكون على قدر الامكان صحيه، او لو في البيت بقى بيحصل الوجبات العاديه في البيت بنهتم بالبروتين، البيض الصبح، سمك، الحاجات دي كلها. الاستعدادات النفسيه هي زي ما قلت لحضرتك، هي موضوع ان انت تزوقيها ناحيه انها تنافس نفسها وتطلع افضل ما عندها، وما تسيبش السبق او التمرين العادي غير وهي فعلا على اقصى درجات الانهاك والاهلاك، يعني ما يبقاش في عندها حاجه تانية كانت ممكن تديها وما اديتهاش. تحفيز جزء منه معنوي وجزء منه بيبقى برضو في التدريب، ان احنا لو لقينا الطفل او الولد او يعني البنت بتبقى تعبانه قوي بنقلل الحمل التدريب شويه، عشان هم برضو يعني عندهم شعور برضو وبيتعبوا كده، فاحنا بننزل بالحمل شويه بدل ما هو مثلا يبقى زايد عليهم، فاحنا بنقلله عشان ما يتعبش. وطبعا التشجيع بقى سواء بانواعه، يعني سواء مثلا ممكن ماديا باي حاجه ماديه مثلا او كده، وساعات بالكلام بنحفزهم بالكلام وبالمنافسه. علاقتها بزمايلها كويسه جدا، هي بتحب كل زمايلها واللي بيربطهم حب بره التمرين بس ومنافسه جوه التمرين، يعني هما بيحبوا بعض جدا ومرتبطين ببعض جدا، بس بيحبوا طبعا يتنافسوا ويشدوا على بعض جوه التمرين، لكن هي يعني ما شاء الله عليها سباحه ممتازه. يعني هم اصحابي كل اخواتي وصحابي وكل حاجه وبحبهم، بس في التمرين لازم نكون جد ونعوم جامد وكل حاجه، بس بره التمرين بصحابي كل حاجه. هو اول جزء ان احنا ما ينفعش التمرين يبقى متكرر كل مره عشان الولد بيمل، دي اول حاجه. بنغير طبعا التمرين كل يوم تقريبا عشان الولد ما يزهقش، وبنشتغل طبعا مش لازم على الحره بس او السبيسيفيك بس او اللي هو التخصص بس، بنشتغل على الاربع عمات، لان الاعداد البدني العام بالنسبه للطفل هو اهم، بالنسبه للولد في السن ده او البنت هو اهم حاجه، فاحنا بنشتغل معاهم في الاربع عمات كلها عشان الولد ما يزهقش مثلا من الحره بس، من سباحه الحره بس او سباحه التخصص بتاعته. دور البيت في انها تبقى دايما محفزه للتمرين مهم جدا، لان هي لو اتسابت لوحدها دايما الاطفال في السن ده او يعني السن العشر سنين خصوصا في الزمن اللي احنا عايشينه بيميل اكتر للفيسبوك والموبايلات والتلفزيون والكلام ده كله، فلو ما فيش بوش او ما فيش دفع من ورا البيت ان ماشي يبقى في وقت للحاجات دي وترفهي عن نفسك،
لكن الاساس في حياتك هو الرياضه اللي انت بتلعبيها، ما كانتش هتوصل للي هي وصلت او يعني هي وصلته في السن الصغير ده والبطوله الصغيره دي يعني. فدايما لازم يبقى فيه راحه نفسيه ليها، وفي نفس الوقت لازم يبقى فيه دفع من البيت ورا الواجب اللي المفروض تعمله اللي هو السباحه. يوم مريم بيمشي لو في مثلا بطوله، مثلا لو قبل البطوله اللي فاتت، بتصحى الساعه 4 الفجر، بتنام يمكن متاخر شويه برده، بس تحاول انها تنام بدري عشان تصحى كويس، تروح التمرين بتاعها اللي هو في الفجر او الصبح يعني على الساعه 6 او 7 الصبح، بترجع منه ممكن تريح شويه، بعد كده تروح تاني على وقت الظهر تمرين فيتنس. وطبعا يعني ده بنصيحه المدربين بتوعها يعني، بعدين ممكن يبقى عندها تمرين تاني بالليل او يبقى تاني يوم الصبح. لو في احنا مثلا في وقت الصيف، فبالليل مثلا بتقضي الوقت بقى في هواياتها التانيه غير السباحه. لو في وقت الدراسه يكون مثلا في بالليل درس او مذاكره او حاجه زي كده. اكتر حاجه صعبه بتواجهني في التمرين المسافات الطويله، وانا بحاول اتغلب عليها بالتركيز، واحاول ابذل اقصى جهدي عشان اكون بطله يعني في السباحه وكل حاجه. بقالي 7 سنين بلعب سباحه. احب اقول لمريم ان هي تكمل في السباحه وتشد، وان هي سباحه بطله، وان شاء الله هتكمل وهتبقى بطله النادي الاهلي قدام، وان شاء الله بطله افريقيا والعالم ان شاء الله. واهم حاجه الاستمراريه، وان هي ما تيأس خالص. الفتره دي ممكن يبقى فيها دروبات ساعات او مشاكل، لكن اهم حاجه ان هي تكمل وما تيأس، وان شاء الله ربنا هيكرمها في قدام. احب اقول لمريم بنتي حبيبتي ان انت يعني لسه في بدايه المشوار، في ميداليات متقله رقبتك وبتاع، بس ده لسه اول حاجه خالص. محتاجين ان احنا نوصل ونلعب على المستوى النادي، ونلعب على مستوى الاتحاد، بعد كده مستوى الجمهوريه، بعد كده لا مانع اطلاقا مستوى العالم، ثم مستوى الاولمبيات. فانت ماشيه صح، بس محتاجين نحط يعني نظرنا كده ناحيه الهدف الاساسي، ما بقاش بس بطل محلي، محتاجه ابقى بطل عالمي كمان. كل التوفيق ليكي ولاصدقائك يعني.